عمليات تحرير الموصل تزامنت مع شهر التحدي لسرطان الثدي، باعتبار شهر أكتوبر هو شهر عالمي للانتصار على هذا المرض. سبحان الله للتشابه بين الموضوعين. السرطان هو جسم خبيث موجود في جسد الإنسان، والإرهاب هو جسم خبيث موجود في جسد العراق. لكن الشيء المفرح أنه المرأة إذا راحت واكتشفت المرض وفحصته ممكن إزالته، ونسب الشفاء توصل إلى فوق 97%. أما تعرفون شنو نسب شفاء 100%؟ هو استئصال سرطان الإرهاب من جسم العراق. المرأة بعد أن يتم استئصال هذا المرض تحتاج إلى أن تعافى، وأن الكل يحيطها بالحب والحنية. والموصل بعد أن تتحرر تحتاج أن تحاط بالحب والحنية حتى تتعافى. لذلك أشجع كل مغط روح تفحص، وإذا عندك شيء لا سمح الله تغفى عين وتنضمين إلى خواتك وتلهلين وترفعين صوتك بتحرير الموصل. لا تنسون تشيرون هذا الفيديو.